مرحبا يا معلم مناع. انت مين ويا الطبانجه دي؟ مجنون اياك. مش هنتحاسبوا هنا قدام الناس. اطلع. وانا مش هطلع من هنا غير لما اعرف انت مين. او تقصد ايه بمعلم مناع دي؟ هتستعبط ولا ايه؟ ماشي، هستعبط انا كمان وافرخ فيك الطبانجه دي. انت عايز ايه؟ انت اهبل ياض؟ لك حق ما تعرفنيش، لكن انا اعرفك بنفسي. انا الطيب ابن المعلم نمر الطيب، ملك تجار المخدرات في جنة. حصلنا رعب والتهديد يا سيدي، لكن انا مالي. مالك كيف؟ اذا كان ابويا اتقص 10 سنين سجن بسببك، وتجار مصر شهدوا عليه ان كان بيبيع لهم مخدرات بالزور، ولما استفسرنا عرفنا ان كان فيه تاجر تاني بيقلد ابوي ويبيع لهم باسمه. لا اله الا الله، وانا مالي بالخربطه دي. التاجر ده يبقى انت يا مناع بيه. يعني ابويا اتسجن ظلم بسببك، وانا لا يمكن افوت طاره. اتشاهد على روحك. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن انا لا عمري شفت ابوك ولا اعرف حاجه عن تجار المخدرات من اساسه. مش همك ولي اعمل لك ايه اذا كان مخك متربس؟ ما عايز تصدق، انا لا اعرف حاجه عن المخدرات ولا عمري شفت تجار مخدرات من اساسه. تحلف على كده؟ وانت شتكون انت عشان احلف يمين الله قدامك؟ يمين بالله لو ما نزلت من العربيه دي زي ما ركبتها لاخدك اسلمك المدريه اوديك ورا الشمس انت واهلك. فاهم ولا فاهمك؟ تمام يا احمد باشا. اهلا يا معلم طيب، عملت ايه مع مناع؟ كل ردود افعاله كانت طبيعيه كرجل اعمال، وواضح انه ما يعرفش اي حاجه عن المعلم نمر الطيب، لدرجه انه هددني بعرفته بسعادتك وانه ممكن يبلغ عني. واحد بذكائه ده لا يمكن يعترف بسهوله. اسمع، استمر في حصاره وسيبه يبلغ عنك المره الجايه. هو ليه سيادتك متاكد انه تاجر مخدرات؟ اي فلوس كتير ملهاش مصدر تخلينا نشك فيه؟ واذا كان هو قدر يخدع اسره محترمه ويتجوز بنتهم، فاحنا مهمتنا ان احنا نحطه تحت ضغط لحد ما نكشف سره. في مشاريع كتير للمنظمه في نجع الجبل مش ممكن هتتنازل عنها، وعشان كده العقد اللي معاكوا ده هيبقى له قيمه كبيره بعدين. على كلامك كده يا بروفيسور ان احنا ممكن نرجع النجع تاني. حد يسيب بيته ويبقى عاقل؟ بيته ايه وعاقل ايه يا بروفيسور؟ صدقني احنا لو رحنا هناك تاني هنتقتل. مفيش حد قدنا بيصبر لغايه ما يوصل للاهداف بتاعته. المهم ما نغفلش ابدا عن الاهداف. طبعا يا بروفيسور انا هنفذ كل اللي تأمرني بيه، بس هحملك المسؤوليه لو اي حاجه حصلت. المهم انت ومستر سيف تاخدوا 3 اشهر اجازه، وبعد ال3 اشهر دي هترجعوا للبيت. انا اللي هدخلكم ومناع مش هيقدر يمنعكم، وده وعد من عندي انا. وانا واثق في وعودك يا بروفيسور. اسمح لنا بقى نسافر للدكتور فريمان في اسوان عشان نستمتع ونستجم شويه. ثانك يو بروفيسور. مع السلامه. باي باي. ثانكس بروفيسور. جزاك سعيده. باي باي. هلو رودي، ايه الاخبار اللي عندك؟ شفت الدكتور نبيل في مركز البحوث؟ وسلمت له الطلب والعينات والحاجات اللي انا اديتها لك؟ كويس قوي. سيب الباقي عليا بقى، انا عندي ناس هم اللي هيجيبوا لي الموافقات والتصاريح. لا مفيش داعي تقعد في القاهره، تعال انت هنا اهو، وهم هيتصلوا بيا لما هيخلصوا. اوكي، باي باي، اول اندر كنترول.